السيدات والسادة، مساء الخير. في تاريخ الغناء محطات فاصلة وأصوات كتبت تاريخ الذوق والمزاج والإحساس المصري. موسيقار الشعب سيد درويش وضع الأساس، ثم جاء من بعده عظماء بنوا هرم الغناء المصري، أضافوا وجددوا وكتبوا بألحانهم وبأصواتهم قصة حب المصريين للحياة. لو تكلمنا تحديدا عن نجوم الغناء من الرجال الذين طبعوا أسماءهم على عصور الطرب والأداء الرفيع، هناك على سبيل المثال عصر محمد عبد الوهاب، عصر محمد فوزي، ثم جاء عصر عبد الحليم حافظ، ثم العديد من الأصوات المصرية التي ملأت حياتنا بالبهجة وبالجمال. من أواخر السبعينيات وحتى الآن كان من حظ المصريين عشاق الغناء أن يفخروا بأنهم عايشوا واستمتعوا بعصر علي الحجار.